خطويات وفد جديد اكتيفيرش المحلي في هذه الخمس اشهر التي تخلصها على راس المجلس البلدي مدينه الصخيرات، كان نويها بالمجهودات المعتبره والمواكبه الاستشاريه الحثيثه التي تلقيناها ولازمنا يعني نعيشها مع السيده المديره ومع الطاقم المواكب لها، الطاقم الذي اظهر ويظهر يعني في اكثر من مناسبه عن علمك عليه في هذا المجال، والذي يعني لا يستحق منا الا كل تشجيع وتعاون في صالح المواطن وطبعا الحال العائد الاكبر على هذا الوطن الحالي. كان نشكر السيده المديره وعلى المواكبه ديالها ايضا في اقامه الشباك الوحيد للتعمير بامر من السيد العامل، تلقينا كل الدعم التقني والدعم اللوجستيكي. الحمد لله الان نشتغل في تقريب الاداره من المواطن والتسريع الوتيره ديال الدراسه ديال الملفات إن في المشاريع الكبرى او المشاريع الصغرى، الشيء الذي لم تعيشه مدينه الصخيرات من قبل، وهذا كره الحق رجع فضلها السيد العامل والسيده المديره. اظن انها لا يخلو اسبوع او لا ثلاث ايام الا وستقبلنا السيده المديره بموعد او بدون موعد، وهذه نشهد لها يعني امام الملأ الله سبحانه وتعالى، فالشكر المتواصل لها ولي الطاقم المرافق لها. يعني انا غير كملاحظات يعني بسيطه، يعني كنطلبوا من السيده المديره فيما يخص التوجيه ديال السيد الوزير المتعلقه ب يعني الابعاد المتخذه في ميدان التعمير المستقبليه، انها تشارك الجماعات المحليه بحكم ان يعني لا فيما يخص البعد البيئي والطاقي المواطن مرتبط بهذه العملية بشكل وثيق، لا في البعد الوقائي بحكم أنه الآن الصخيرات، وهذه أيضا من الأعمال اللي كنشكر عليها السيدة المديرة، هو الهومولوغاسيون ديال التصميم القطاع الخاص بالمنطقة الصناعية ديال مدينة الصخيرات، ولا في البعد الرقمي بحكم هذا التوجه ديال المجلس. وإذا يعني التقى الهدفين فالحمد لله غادي يكون واحد العائد كبير على تدبير القطاع في المدينه. بغينا هذا الشيء يكون ثقافه اكثر له التدبير الاداري، وهذا هو الهدف ديالنا الحمد لله. يعني على مستوى الوكاله يعني لمسنا واحد العمل في واحد الحس ديال المواطنه كبير، واللي كيتعدى في مجمل ادائه من البعد الاداري الى البعد المواطني. كنطلبوا كذلك من السيده المديره فيما يخص عمل برنامج عمل الجماعه، انها تواكب العمل الادبي كنشكر له يكون حالي الجانب مشاريع كبيره اللي كتهم المستقبل ديال المدن ديالنا، وكما عهدناها كنطلبوا منها انها هذا طلب، ولكن اكيد هذا ايضا من صميم الاهتمام ديالها الذاتي والمهني. وفي الاخير نطلب السريع يعني الخروج ديال مشروع تصميم التهيئه الخاص بمدينه الصخيرات. ختام نشكر الجميع، نشكر السيد الوزير، السيد العامل، السيد رئيس المجلس العام، السيد رئيس الجهه والسلام.